من امبارح كلمتنا وكان سؤالها يعني كان الوقت خلاص، هي بتمتنع عن الزوج. طبعا الامتناع عن الحق الزوجي، الامتناع عن الزوج او عن اعطاء الزوج حقه اللي هي العلاقه الخاصه بلا سبب او مبرر، اذا تعمدت ده بتاثم المراه عليه، اذا تعمدت بلا سبب شرعي كالضرر مثلا، كفي شيء معين يمنحها، في شيء حقيقي يعني يجعلها انها لا تستطيع ان تعطي هذا الامر، لكن التعمد اللي انت كنت بتحكي عنه امبارح هذا تأثمين عليه، لانه ليس هناك مبرر لك جعلك لا تقومين باعطاء هذا الزوج حقه. وينبغي ان احنا في مثل هذه المسائل ان نتعامل بالحكمه ومراعاه الامر طاعه وحسبه لله تعالى. اللي انت بتعمليه زي ما الشرع وجه لضرورة مصارعة النساء بإعطاء الرجال حقوق الرجل، لأنه الرجل مش تمييز، ولكن لأن طاقة الرجل الجسمانية وهذه الخلقة مختلفة عن المرأة، فإذا حض الشرع على ضرورة مراعاة هذا الأمر فلحكم كثيرة ولأمور مهمة لابد الإنسان يكون طائع لله سبحانه وتعالى فيها يا صاحبة السؤال. وكذلك خذي ما تصنعينه للزوج وما تقومين به للزوج، إن ده عبادة. عبادة ليه؟ لأن أنا أطع الله سبحانه وتعالى فيما أمرني أن أنا أقوم به، وأنا موجود في الدنيا لتحقيق معاني العبودية، وأخطر شيء فيها أن الإنسان يكون طائع لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق. وتذكري قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاءت تستشير النبي في بعض الأمور وسألها ألك زوج؟ فقالت له نعم. الحديث فيه معان كثيرة، لكن النبي قال لها إنه جنتك ونارك. لما سألها بتقومي بالحق بتاعه تعطيه ما يريد، قالت أن هي بتقوم بهذا الأمر ولا تقصر في ذلك إلا لما يكون في عذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ختم كلامه بقوله الشريف إنه جنتك ونارك. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا تزكية للسلم الأسري، مش تمييز لجنس على آخر، إنما لكي تعيش الأسر في سلام وأمان. الزوجة بتراعي الزوج والزوج كذلك بيراعي زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة وقال لهم إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر، فالعرباض بن سارية لما سمع الحديث جري على زوجته، شوف المصارعة في التنفيذ، فسقاها الماء فهي تعجبت، فقال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر. فكل طاعة وكل عبادة لأنه امتثال ومصارعة بأداء الأمر الإلهي.